فاتصل بحد فيكو؟ لسه، انا قاعد على نار مستني الخبر. عايزين نخلص بقى. هو احنا هنخلص؟ ده روحه لازقه في الدنيا. واي لازقه دي؟ لازقه بغيره، غيره حمص. انا مرعوب واعصابي بايظه من اللي حصل، وحاسس ان احنا هنتشم ونروح في 60 داهيه. خليك انت متهبب كده لحد ما نروح في داهيه بجد. انت عايز ايه يا اس؟ عايزني صنم؟ ايه حسبني اطلع اللي في قلبي؟ ده الواحد لو قتل فار ضميره بيأنبه. عشان الفار بيبقى ما اذاهوش في حاجه، انما رضوان اذانا، والمفروض ما نرتاحش الا لما يكون في قبره. ياسر عنده حق. انت كنت عايز ايه؟ عايزنا نروح نبص ايده علشان يوافق ويتكرم ويدي كل واحد فينا حقه؟ ده عيل خسيس، واللي عملناه ده هو الصح. ده بسبعة ارواح، ده ماسك في الدنيا هو وبيته. يا ريتهم يا اخي كانوا غاروا في داهيه وحصلوا الولا سيف ولبنى. دلوقتي هنسمع خبر حلو من فتحي ان رضوان هو كمان اتاكل. يبقى مش باقي لنا غير البت دي، نخلص منها على رواق. نطمن بس ان رضوان مات، والبت دي امرها سهل. عايزين بس لما نيجي نخلص منها تتعمل بصياعه عشان ما حدش يشك فينا. لان خالتي نجاية كل ما نبص ناحيتها الاقيها باصه في عيني انا وفتحي كانها حاسه بحاجه. ودي لو عرفت حاجه هي او امي هنروح في 60 داهيه. انا زهقت بقى واعصابي باظت. تتصل بينا بقى يا فتحي وتقول انه مات وغار في 60 داهيه بدل ما اجي انا المستشفى اطلع زمرة رقبته بايدي واروح في الداهيه. الصبر الصبر يا عبير.